الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد اللي دخلت لواحد الدار وكانت في يديها واحد الشوكه وخواتها في واحد البلاطه ديال البره، ومن بعد تخبات دغيا ودخل مول الدار وكنعرفوا بلي هو باباها، وكان كيهضر في التليفون. شد ديك البره وشربها، من بعد كنشوفوه طاح في البلاصه، وجات هي وخدات ديك المكانه اللي كانت في يديه وخرجت بحالها. ودازوا سنوات، وهنايا كنشوفوا نيك اللي كان مع مرتو وبنته، وملي فطروا مجموعين مشى الخدم، وداروا واحد الاجتماع في الشركه اللي خدام فيها، وديك الشركه صوبت واحد البروغرام اللي قاعد كان كيتحكم في الاجهزه اللي كاينين في الدار كامله. وقال ليه الصديق ديالو بوب هذا البروغرام واجد وغينزل للسوق باش يتباع، ولكن نيك قال لهم بلي هذا البروغرام فيه واحد الثغره، حيت اللي دخل داك البروغرام لعنده وحل داك البلوتوث ما يقدر اي واحد يخترق داك الاجهزه كاع اللي عنده في الدار بحال الكمبيوتر والتليفون. داكشي علاش ما خصهمش دابا يبيعوا داك البروغرام حتى يقادو داكشي. انت الا جاب الله اي صحفي عرف بهذه الثغره الشركه ديالهم غتدخل في السيزي. لكن الصديق ديالو بوب اللي سمع منه الهضره ما عجبوش الحال، قال ليه بلي هو ما كيفهمش مزيان في هذا الشيء. من بعد كنشوفو نيك اللي دخلت عند المديره طلبات منه باش يهبطوا بجوج بهم يهضروا شويه، وعاود ليها نيك بلي الخدمه كثيره بزاف في هذه الشركه وما كيبقاش عنده الوقت باش يشوف مراته. وسولاتو على بنته شحال في عمرها، وقال ليها بلي عندها 8 سنين. وقالت ليه ديك المديره بلي حتى هي كانت كتمنى تولي ام، وقالت ليه المديره بلي غترقيه وغتزيد ليه حتى في السالير، ولكن بالمقابل يزيد قصر يخدم في هذه الشركه حيت محتاجين. وقالت ليه بلي هو غيبعد شويه على العائله. ونيك عجباتو الفكره. من بعد كنشوفو مراتو اللي مشات عنده الخدمه واقترحت عليه باش يتعشاو في العشيه بجوج بهم. فجاه راجلها ملي قال ليها بلي هو ترقى، وقال ليها بلي اليوم عنده الخدمه بزاف وما يقدرش يتعشى معها وغيدخل معطل حيت خصو يصلح واحد الثغره اللي كاينه في البروغرام. وقال ليها بلي هاد جوج سيمانات عنده الخدمه بزاف وخصها تصبر معاه. وملي خرجت مراتو ديك المديره كانت كتشوف فيها، وفي العشيه ملي مشات المديره لدارها كنشوفوا ديك المكانه اللي بانت لينا في الاول ديال، وهنايا كنعرفوا بلي هي ديك البنت اللي قتلات باباها. والغد ليه هنيك مشى لواحد الحفله اللي سبعه للخدمه ودا معاه مراته، وملي عيطات عليه المديره عرفهم ببعضياتهم. من بعد عطاتهم واحد الهديه اللي هو واحد الدبدوب على قبل بنتهم الصغيره وشكراتها، ولاحظت بلي هي حطات يديها على رجلها وجاتها الغيره. من بعد جلست بوحدها حيت راجلها كان مشغول، وجا عندها بوب وجلس معاها وقال ليها بلي المديره عجبها بزاف نيك، وباين فيه ما غيبقاش يدخل بكري للدار. وهي تعصبات من ديك الهضره ومشات عند راجلها وقالت ليها بلي خصهم يمشي. تفاجات ملي قال ليها بلي هو ما غيمشيش دابا، بلي هو خصو مازال يبقى مع الموظفين الا كانت هي زربانه يطلبها شي طاكسي. وهي ما رضاتش ملي قال ليها ديك الهضره قدام المديره ومشات فحالها. وفي الليل ملي دخل واجهاته قالت ليه بلي ديك المديره حاطه عليه. ونيك بقى كيضحك وجاوبها وقال ليها بلي كان حتى شي واحد في قلبه الا هي، وكان داك الدبدوب اللي عطاتهم المديره داير فيه واحد الكاميرا باش تراقبهم، وخدمات ديك لابليكاسيون ديال الشركه باش تهاكي دوك الاجهزه اللي كاينين في الدار. وملي كانت في الخدمه ديالها في الشركه دخل عندها بوب وسولها اشنو دارت في الموضوع ديال الترقيه، ولكن هي ما عطاتوش الدخله باش يتناقش معاها وقال ليه بلي الموضوع تسد وخرج فحالو. وفي العشيه ملي خوات الشركه من الموظفين المديره دخلت عند نيك البيرو ديالو وسدات الباب، وبوب رد ليهم البال وقالت ليه بلي هي كتعجبها بزاف الخدمه ديالو حيت متقونه وعارفه اش كيدير وبدات كتقرب منه. وقال ليها نيك بلي دابا سال الخدمه ديالو وخصو يمشي لدارو، وقال ليها بلي هو راجل مجوج، وقالت ليه واخا مجوج اشنو فيها، وبعد منها وخرج فحالو. والغد ليه في الصباح مشات ديك المديره وباركات حدا دارهم وكانت كترقبهم في التليفون ديالها بسبب ديك الكاميرا اللي دارت ليهم في داك الدبدوب، وكانت كتشوف فيه ملي خرج من دارو، وبقات حاضيه مراتو اللي غتوصل البنت للمدرسه وبقات تابعاها في الطريق. وملي دخلت لواحد القهوه ودخلت موراها وقربت منها باش تخترق داك التليفون، وملي شافتها مثلت بحال اللي يلاه تلاقاتها بالصدفه وبقات كتهضر ليها على رجلها وكتمدح باش تجيها الغيره اكثر وتنوض معاه الصداع. وقالت ليها انت كتضحي بخدمتك وبحياتك عوض ما تجيبي المربيه لبنتك وديري الشان لراسك، وبقات غير كتشوف فيها. وفي العشيه ملي رجعت للدار بقات عاوتاني كتراقبهم. ونيك ملي دخل للدار لقى مراتو كاع ما كاينه وشاف مراتو يلاه دخلات وبقى غير كيتعجب. وقالت ليه بلي هي جات من واحد الحصه ديال اليوغا حيت ناويه ترجع لخدم ساعه عاوتاني، وهو تصدم من داك القرار اللي خدات ودخلات باش تدوش. وديك المديره صيفطات واحد الميساج مزور في التليفون لمراته اللي مكتوب فيه توحشك، وملي قراه راجلها جاتو الغيره وصيفطات عاوتاني ميساج اخر اللي مكتوب فيه انا كنتسناك وبغيت غير امتى نشوف. وقال ليها ردي البال انا ما لقيتش المكانه ديالي. وهنايا نيك شك بلي مراته كتخونو ودغيا مسح دوك الميساجات، ومراته حسات بلي هو تبدل عليها وكيهرب منها. وفي الليل جات لعندهم لحدا الدار سمعوا الكلاب ملي كانوا كينبحوا وطفات عليهم الضوء في الدار كامل، ومشات دغيا حطات ديك المكانه في الجرده. وهنايا لاحظ نيك بلي ديك الاجهزه اللي في الدار توقفات بوحدها ودغيا رجعت لهم الضوء باش ما في حتى شي حاجه. والغد ليه في الصباح ملي كانوا كيفطروا قالت ليه بلي هي مقلقه حيت كتعطل عليها بزاف في الليل، وهو بقى غير ساكت وما هضرش ليها على الخيانه ديالها. وملي كان خارج من الدار لقى ديك المكانه مليوحه في الارض
وهنايا زاد شك في مراتو اكثر واكثر. ملي كان في البيرو كنشد ديك المكانه في يديه ودخلت عليه المديره وسولاته وحاولت باش تقنعو يعاود ليها كيف ما كيديروا الاصدقاء، وعاود ليها نيك داكشي اللي كاين وبلي شاف سي ميساجات في التليفون د مراتو وبلي هو مقلق بزاف حيت كان داير فيها الثقه. وقالت ليه ديك المديره بلي ما خصو يدير الثقه حتى شي واحد، كانت كتقرب منه وكيحاول يهرب منه، ولكن هي ما عياتش وبقات كتحاول معاه حتى قدر يخون مراتو معاها. وبوبو وصل على غفله وشافو ملي خرج من تما وكان كيصاوب حوايجو، ولكن ملي وصل لدارو ندم بزاف على داكشي اللي دار. وهنايا كنشوفو بوب اللي مشى عند المديره لدارها وقال ليها بلي هو عارف كلشي وكان كيتسحب ليه واش هو بوحدو اللي كانت كدير معاه ديك المعامله، وهددها بلي غيفضحها على داكشي اللي كدير مع الموظفين وبلي هادي ماشي اول مره وعنده الدليل على هادشي، وبلي ملي غيفضحها غادي يعطيوه مكافاه. وبقات كتضحك عليه وقالت ليه بلي هو بوحدو اللي في حياتها. وبوب ما تيقهاش وبقاو يتخاصمو. واحد شويه هي ضربه واحد الحاجه ثقيله في راسو وطاح، وخدات ليه الصور ديال الطوموبيل وخدات حتى التليفون حتى هو اللي حلاته بالصمه ديال وجهه، وكتبات واحد الرساله في الايميل ديال صيفطتها للموظفين كاملين ديال الشركه باش ملي يكونوا هما كيقراو هذا الميساج يكون هو قتل راسو وانتحر وحطاته في الطوموبيل ومشات رمات الجوتا ديالو في الخلا. ومرات نيك ملي فقت في الصباح حسات بلي التليفون ديالها فيه شي حاجه ماشي هي هذه، عند ديك المديره هكات ليها التليفون وجات عند راجلها باش تعاود ليه داكشي اللي لاحظت، ولكن لقاتو طايره ليه ومقلق بزاف حيت شي واحد اتصل به وعلمو بلي بوب مات. وديك المديره اتصلت عاوتاني بنيك في التليفون وقالت ليه باش يجي عندها البيرو ديالها. وملي دخل لعندها عطاتو واحد الكاس ديال البيره ولكن هو ما بغاش يشرب معاها حيت باقي مقلق على صاحبه، وقال ليها بلي خصو يرجع لدارو. وقالت ليه واش انت بغيتي ترجع عندك مراتك الخائنه، ولكن نيك قال ليها بلي هو باقي ما تاكد من هادشي وسولاتو اشنو درتي في ديك المكانه اللي لقيتيه في الارض. بقى هو غير مصدوم وكيشوف فيها، قال ليها انا كاع ما قلت لك فين لقيتها، وكانت هي كتحاول توهمو بلي كاع عاود ليها كلشي وهو اللي نسى. وهنايا نيك شك فيها وهز الطابليت ديالها، وهنايا تاكد مزيان بلي هي اللي هكات ليهم التليفونات ديالهم، وقال ليها كيفاش قدرتي ديري هادشي ودخلي حتى التليفون ديال مراتي، وقال ليها اكيد انت اللي كتبتي دوك الميساجات حتى المكانه بلاش كنتي اللي حطيتيها تما. وملي حصلت اعترفت ليه اللي هي اللي دارت داكشي حيت كتبغيه وبغات تعيش معاه بوحدو هو وبنته، كانت كتقرب منه وهي كتهضر معاه، لكن هو دفعها من بعد قمشاتو في صدرو وخلاها ومشى بحالو. وبقات هي كتجنن ملي رجع لدارو عنق مراتو عرف بلي هو ظلمها، كانت هي حاضيهم من ديك الكاميرا. قال لمراتو اشنو هو الراي ديالك نبدل هاد الخدمه، شوف شي خدمه اللي هي مريحه وما فيهاش السوايع بزاف باش نقدر نجلس معاكم اكثر انت وبنتي. وفرحت مراتو من هاد الهضره ووافقت دغيا، كاين ديك المديره ملي سمعت ديك الهضره تعصبات برسات داك الكاس اللي كان في يديها بداك العصب. بعد سولها اشنو وقع ليها في التليفون ديالها، قالت ليه بلي هي بعض المرات كتلقى الكاميرا ديالو خدامه بوحدها، وقال ليها بلي داك لابليكاسيون صوبو في الشركه دخل ليها واحد البيب، قال ليها من الاحسن نطفيو دابا التليفونات ديالنا نهائيا. وملي فاقت ديك المديره في الصباح بغات تراقبو باش تشوف اشنو كيدير، في ديك اللحظه هو قشع ديك الكاميرا اللي كانت مخبيه في داك الدب وحيدها ودارها في الماء باش تخسر لابليك. وملي كان نيك خارج من دارو تلاقى مع المحققه اللي كانت جايه لعندو وقالت ليه بلي خصو يجاوب على شي اسئله كتخص المديره ديالو حيت هي اتهمته بلي تعدى عليها جنسيا وصورت داك الجرحه اللي في صدرو، وكيحاول يشرح ليها بلي هي اللي كتجي عنده وكتحاول تلصق فيه ديما هو كيهرب منها وكيبعد عليها. وهضرت ليه حتى على بوب اللي مات في ديك السيمانه، وقالت ليه بلي المديره ديالو قالت ليه بلي هما ديما مناقرين بجوج وما مفاهمين، حتى العائله ديالو كتشك بلي هو ما انتحرش لشي واحد اللي قتلو، وبلي هو وبوب ديما كتخاصمو على ترقيه. ونيك بقى مصدوم من دوك الاتهامات اللي موجهه ليه وبقى غير كيشوف فيها. وملي خرج من تما لقى الصديقه ديالو في الخدمه كانت كتسناه، وصلاتو بطوموبيلتها وعاود ليها كاع داكشي اللي وقع ونصحاتو باش يجمعوا كاع الادله ويفتحوا ديك المديره. وملي دخل نيك للدار عاود لمراتو كاع داكشي اللي وقع، بقات كتبكي خاصه ملي عرفات بلي هو خانها معاها، قررت باش تاخذ بنتها وتمشي بحالها، ركبات في طوموبيلتها هي وبنتها. وفي هذه اللحظه كنشوفوا ديك المديره اللي بلاصه الطوموبيله ديالها حدا الباب، ونيك يتفاجئ بزاف ملي دخلت لعندو، قال ليها بلي انتي واحد السيده حمقه بسببها دوز نهار كامل في الكوميساريه، واعتذرت منه وقالت ليه بلي هي كانت معاه قاصحه حيت هو اللي ما سمعش لهضرتها، وعلماتو بلي الحوايج ديال بوب مخبعين عنده هنايا في الدار، الا اتصل بالبوليس غيجيب ليه هو الاول. وهنايا فهم بلي هي اللي قتلاتو، رجات واحد الشوكه في جيبها ودقاتها ليه في عنقه. داخو ما بقاش قادر يهضر، الصديقه ديالو في الخدمه شافت الطابليت ديال المديره وخداتو. هنايا كنشوفو نيك ملي فاق لقى راسو مربوط فواحد الكوب، كان كيترجاه باش تخليه يمشي فحالو بلي ما غيعاود هادشي لتا شي واحد، لكن هي ما بغاتش، قالت ليه بلي هما غيهربو هما بنت. هنايا عرف بلي هي ناوية تقتل مراتو، عرف بلي مراتو خدمت التليفون داكشي علاش عرفات بلاصتها دغيا، دات معاها واحد الموسو خرجات، كان كيحاول يفك راسو ولكن ما قدرش. من بعد
بعد مشات باش تبع مراته، قاد تبعها في طريق وتصطحت معها بطنوبيل، جات هي من موراها وضربتها بديك الشوكة في عمقها وطاحت في الأرض. في هذه اللحظة نيك جات عنده ديك الصديقة ديالو في الخدمة وفكاته من ذاك الحبل، عاود ليها نيك بلي هي مشات باش تأدي ليه مراته، لكن دغيا عرفوا بلاصتهم من ذاك الطابليت وخرجوا موراهم بالزربة. يلا كانت ناوية تذبحها ولكن عندها الزهر. في هذه اللحظة راجلها وصل اللي شافته دغيا دفعتها وهو جرها دغيا لعنده وناضت عاوتاني باش تضربها بداك الموس، ولكن هذه المرة جا في نيك. لكن الصديقة ديال نيك جات منو وضرباتها، عطاتها واحد الدقة في الراس وطاحت، بقاو تما حتى جا الإسعاف وداها. إلا عجبكم الفيديو وبغيتونا نستمروا شاركوا في القناة وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.